متابعينا الكرام، متابعي مصر 24، اهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللايف وهذا البث المباشر. زي ما انتم شايفين كبده، وهنا ملاك امبابه الحاجه عزيزه موجوده ومتواجده مع حضراتكم عشان تنقل لكم تفاصيل الخير يتعمل ازاي. اكتر من 35 سنه وجبات مجانيه، وبتكلم على مائده رحمن طول السنه، طول السنه مائده رحمن طول السنه، ما بين طعميه وفول، وما بين فراخ، وما بين جبنه، وما بين لحمه، وما بين الان كبده بالرد. الله الله الله، ما هو بص 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 مين بيخدمها، بص مين بيخدمها، بص مين بيخدمها، اطفال صغار. هنا جمال بقى هنشوفه وهنشعر بيه اول ما نروح للحاجه عزيزه. حاجه عزيزه ملكه الخير في امبابه، حاجه عزيزه اللي يعني ابتسامتها يعني زي ما بيقول كده ابتسامتها صدقه والله العظيم. ازيك يا حاجه؟ عامله ايه؟ الصحة يا رب. قول لنا ايه ده يا حاج؟ قول لنا ايه ده؟ ده فضل ربنا علينا وكرم ربنا علينا. كبدة بالرد بفضل ربنا علينا. اللهم لك الحمد. الحمد لله. اللهم لك الحمد. الحاجة عزيزة في سطر واحد، من هي؟ خدامة الغلابة. خدامة الغلابة. خدامة الغلابة. يعني بتفرحي بالاسم ده قوي. جدا. جدا. أنا بفرح إن أنا خدامة يعني. من إيه؟ الحكايه بدات معاك ازاي يا حاج؟ بدات بباجور وثلاث حلل. باجور وثلاث حلل. بابور كان عندك بابور وثلاث حلل؟ وبدات الخدمه دي كلها ببابور وثلاث حلل؟ من 35 سنه. 35 سنه. اللهم لك الحمد. بتقدمين بشكل يومي يا حاج؟ 1500 وجبه. 1500 وجبه؟ ازاي بتوفري ده كله؟ مش انا اللي بوفر بقى، هو اللي بيوفر. لا هو اللي بيوفر كل حاجه. ربنا سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد. طيب النهارده عندنا ايه؟ وجبتنا ايه؟ وجبتنا النهارده مكرونه كبده برده. زي ما انت شايف كده، اللهم لك الحمد، وباميه. اللهم لك الحمد. زي ما انتم شايفين. طيب انا عايزك برضو تقولي لي، يعني عايزك تقولي لي ده بيتعمل ازاي يا زي ما حضراتكم شايفين متابعينا الكرام، احنا معاكم في هذا اللايف وهذا البث المباشر، والشيف الجميل طبعا بيعمل الكبده الجميله الطيبه للغلابه. بصوا شوفوا الناس قد ايه، بصوا شوفوا الاعداد قد ايه، اعداد كتير جدا، اعداد كتير جدا، اعداد كتير جدا، ولكن الخير اكتر، الخير اكتر. يا سلام على كل واحد ممكن يقدم خير ويصنعه، يا سلام على كل واحد ممكن يعمل يفعل هذا الخير. زي ما حضراتكم شايفين تفاصيل مهمة جدا عن الحاجة عزيزة، يعني ملكة الخير في امبابة. بنشجع اي حد ان هو يعمل كده، وبنشجع كل حد. يا ترى الحاجة عزيزة هتعمل ايه في شهر رمضان المبارك؟ هيبقى في ايه عندها من يعني ترتيباتها ايه، ولا سايباها على الرحمن؟ الله الله، بصوا نفحة لقمتها حلوة، طعمها حلو، شكلها حلو. يا حاجة بتعملي ايه بقى؟ التربيطات كلها يا حاجة. اللهم لك الحمد. بالوجبات. اللهم لك الحمد. طبعا الحمد لله رب العالمين. ازاي بقى؟ بنشتغل احنا الصبح، لازم نفرش التربيطات دي كلها اكل. ونطلع مرة واحدة ونرجع نشتغل بقى على طول تاني بفضل الله. شغالين زي ما انت شايف كده الحمد لله. يعني كده في رصة تاني. طبعا بفضل الله، بس لا بس بنطلع على طول بقى. عايز اسألك بقى ازاي بتدبري الحاجات دي؟ والله ما تنظيم الناس مع العمال مع كل صحيان بدري الصبح، مع ايه اللي ناقص في المطبخ في الوجبات؟ بتعملي كله ازاي؟ هي بص احنا 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 بنعمل اللي علينا، وربنا بيدبر لي كل حاجة، بيظبط لي كل حاجة. اللهم لك الحمد. وبس. بس اللهم لك الحمد. ايام يبقى ايه اللي عندك الحاجات؟ لا ساعات لحمة، ساعات فراخ، ساعات كبدة، ساعات عربية الفول، ساعات عدس، كله شغال. اي رزق ربنا بيدولي كله شغال. نسال ربنا يجيب لنا اهل خير يقفوا معانا عشان نقدر مستمرين. ساعات جبنه وفول. اي نعم. عرفينا على الطاقم اللي ده كل حاجه بيبقى موجود صح؟ كل ده كله بيبقى وجبات، بيتراس وجبات الاهل. طبعا 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 طبعا. حاجه كده حاجه دي الوجبه اللي بتتقدم صح؟ وجبة تكفي، دي الوجبة اللي بتتقدم. ده اللي الطفل او كبير، يعني كله بياخد زي بعضه. يعني كده طفل ياخد دي، طفل او كبير ياخد دي، كله ياخد، كله ياخد. انا شايف الاطفال بتندمج يا حاج. هم يا حبايبي عشان هم بيحبوا المكان. هم بيحبوا المكان، فبيحبوا بقى بدل ما بعد ما ياكلوا يجيبوا لي الاطباق اللي كانوا فيها. بس كل يوم جبنة. ايوه حاجة كده كل يوم جبنة، جبنة وفول وبتاع. النهارده غيرت. يلا لا حصل. لا مش كل يوم جبنة. امال ايه بقى؟ لا لا، يوم لحمة، يوم فراخ، يوم جبنة، يوم عدس، يوم على حسب النفحات، على حسب اللي يقدر، على حسب الرزق اللي ربنا يديهولي.
طيب حاجة عزيزة معلش مرة أخرى وتلحق لا براحتك. بدأت إزاي؟ 35 سنة بجور وثلاث حلل، كنا قاعدين في الشارع وتوكلت على الله، لان انا كان حلم حياتي كله ان انا مش مش حد جعان. ايوه فربنا رضاني الحمد لله زي ما انت شايف كده، وبخدم على قد ما اقدر الحمد لله. اللهم لك الحمد. وبدات من 35 سنه. حاجه عزيزه بتعمل ايه غير الاكل؟ بنرمم منازل، بندخل ميه في البيوت اللي ما فيهاش ميه. أيوة. بنجوز عرايس، بنعمل كل حاجه الحمد لله. الحمد لله. تعالى نرجع كده للشيف الجميل ده. مساء الورد عليك يا شيفنا، عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ الاكله حلوه والله وجميله، وعايز اقول لك تسلم ايدك. الله يسلمك حبيبي، ربنا يخليك. قول لي بقى بتعملها ازاي؟ دي بالكبده بتتقطع الاول، وبعد كده بنغسلها، وبعد كده بنتبلها، حاطط التوابل وبتاع وكتوم وبتاع وكلام من ده، وبعد كده بنرجع نصفيها، وبعد كده بنطلعها نحطها في دقيق، نطلع من الدقيق على البوصمات، والبوصمات بتترمي في الزيت وبتعملها. تطلع طعمها جميل جدا. الف هنا وشفا لكل اللي ياكل منها يا رب. كل حبايبنا طبعا. طبعا 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 طبعا. عامل ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ تمام الحمد لله. إيه؟ محمد، حماده البحيري. مهمتك ايه يا محمد؟ انا هنا متطوع للخير. مع الحاجه في اي وقت. بتعمل ايه بقى؟ نعمل اكل ونقدم وجبات للناس. احنا تحت امر الناس. الله يبارك لك. طيب هنا الحاجه عزيزه نهر الخير في امبابه. ما شاء الله. دي نهر الخير في امبابه. ربنا يرزقها ويرزقكم يا رب العالمين. زي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعه، حاجه في منتهى الجمال هنا. بصوا شوفوا التفاصيل كلها موجودة في منطقة امبابة، زي ما اقول كده بره في يعني امطار الخير تتساقط، وهنا في امطار انهار الخير تأتي. هنا زي ما حضراتكم شايفين اهو كبدة بالردة جميلة ومعمولة بشكل جميل. طبعا معروف ان الحاجات بتبقى يعني اسعارها مولعة في السماء، ولكن اهل الخير دايما للخير عدد، اهل الخير دايما للخير عدد. زي ما انتوا شايفين طبعا كل دول بشكل تطوع بيعملوا نفحة الخير بشكل يومي مع من اكتر من 35 سنة على حد قول الحاجة عزيزة، مستمرة في عمل هذا الموضوع. بصوا ده شيف على فكرة ومتطوع. الله الله الله، ده شيف على فكرة ومتطوع زي ما انتوا شايفين. وانت جزار؟ انت جزار ومتطوع. والله انا 43 سنة بقالي مع الحاجة 20 سنة. ما شاء الله. خدمة لله. تحب الحاجة عزيزة؟ طبعا. دي امي التانية. دي امي التانية. كل سنة وهي طيبة، دايما يا رب في خير وفي زيادة. شايفك نشيط قوي كده في شغل ورايح جاي. ايوه ده واجب علينا. ده واجب علينا. اللحمة غالية يا جزار. لا ان شاء الله ترخص. ان شاء الله. ان شاء الله. كل التوفيق ليك. وزي ما انتم شايفين كده متابعينا الكرام، يعني فرحة كبيرة جدا لكل المتابعين هنا والناس اللي بتشوفها. الحاجة عزيزة لا تهدى، ده بالعكس كمان بتودي وجبات الخير اهو. ده كله احنا على فكرة جايين في الاخر، يعني ده كلها وجبات كلها بتروح دلوقتي للناس احباب الرحمن. شفنا عن نفحة الخير طبق عدس، شفنا عن نفحة الخير طبق فول، شفنا شوية بطاطس وجبنة، شفنا لحمة، وشفنا دلوقتي كمان كبدة وبامية. كبدة وبامية. متابعينا الكرام سعدت بلقائكم، وإلى أن ألقاكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.